اصبحنا اصبح الملك لله ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق المنت السعيد تبع المحموديه بحيره ومعاكم قناه المواشي. اليوم يوم 23/6/2024. طبعا المعلم ابراهيم القهواجي يا جماعه ربنا يبارك له ويصلح حاله. الاختلاف في العد يا حاج ابراهيم ولا الاختلاف في ايه بقى؟ الاختلاف في ال 200 جنيه اللي باعهم بخساره في العجل. يعني الاختلاف في ال 200 جنيه الخساره. دي اللي مختلفين عليها. والواد ده خسران 26,000 امبارح. خسران 26,000؟ 26,000 جنيه. في ايه؟ في عجل ذكر. عجل ذكر لحم؟ لا عجل ذكر كان خسران في 26؟ 26,000 والله. ليه هو كان ثمنه كام؟ كان ب 28 ايه وبعته ب 2000. 8 ليه وقع؟ وقع والله. يعني رعايه كده وقع بعته ب 2000 جنيه اللي باعه معلم محمد شعبان. عجل جنية يا جماعه ب 28 انباع ب 2000 غرم 26,000. ايوه والله 26. ربنا يعوض عليكم. قول الحمد لله. ربنا يعوض عليكم. ربنا يعوض عليكم يا حاج ابراهيم. ربنا عند الوعد خلواك. معلش. ربنا يا خلواك. والله 26,000 معلم محمد شعبان باعه ب 100. محمد ابو ريز. طب البيعه بتاعت النهارده كسبت ولا خسر؟ لما يرضي الله الحمد لله ربنا رضانا النهارده في حق السماء. طب كويس. تغيير مرعى برضه. تغيير مرعى. ايوه عشان العالم زاجت من اكل اللحمه. يا حاج ابراهيم. ايوه. يلا. الله يجاريك. تغيير النهارده سمك. الله يجاريك. ماشي النهارده فرجت بالسمك، بعد كده هتفرج بفاصوليا ببسله، اي حاجه بقى اللي بعته ربنا. والله عايزين لحمه. عايزين لحمه برضه؟ اللحمه ما تنكرهاش. ميزان العجل يا جماعه طبعا زي ما قال المعلم ابراهيم القهواجي في سوق المنت السعيد. ربنا يبارك للناس كلها ويصلح حالها وحال الجميع يا رب اللهم امين. اهم حاجه الناس تذكر الله وتقول لا اله الا الله. انا شايف الناس كلها قاعده زهقانه اهي، صح ولا غلط؟ الغرمان غرمان والكسبان كسبان. الكسبان طبعا الله يسهل له، والغرمان ربنا يعوض عليه. الله يبارك لكم ويصلح حالكم. ما تنسوا ذكر الله ورسول الله، ربنا يبعد عنكم عننا البلاء يا رب اللهم امين. الناس يا جماعه طالعه من العيد زهقانه وطفحانه، الغرمان غرمان والكسبان كسبان. ربنا يصلح حال الجميع يا رب اللهم امين، ويوفق الناس مع بعضها ويهدي النفوس مع بعضها يا رب اللهم امين. اهم حاجه الناس تتقي الله في البيع والشراء والمعامله، وتتقي الله في نفسها وفي عيالها وفي مالها. ربنا يبارك لهم ويصلح حالهم وحال الجميع يا رب اللهم هم امين. فلوس واحد الثلاثه راجل واحد يا حاج، وربنا يبارك لهم ويصلح حالهم وحال الجميع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.